في محافظة إب جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في الخط الدائري بمدينة إب وذكر مراسلنا أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور طاقم تابع لجماعة أنصار الله في الطريق الدائري ما أدى إلى إصابة شخص بجروح والتضرر خمس سيارات وكان انفجار مماثل وقع الاثنين أمام محكمة غرب إب وكانت مدينة أوب شهدت انفجارات في الآونة الأخيرة بهدف زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة